صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارتكم. سلموا على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب إن عينا ما بكت رزء الحسين، حجر تلك وما تدعى بعين، إن ثغرا ما تغنى باسمه، مات لا توحيد رب النشأتين، وكفا ما هوت لاطمة بعزاء أي معنى لليدين، أي قلب عرف الله وما ضم حب السبط بين الجنبتين، قد خلقنا شيعة من طينة عجنت من نحر دام الودجين، وسقت طينتنا زينب في مأتم الحزن بأزكى دمعتين، وأخذنا عنها بالفضل الوفاء، فهو للجود
وللإيثار عين منذ أن كنا صغارا رضعا وحسين كان درس أبوين ونشأنا ووجدنا كربلاء موطن الروح وثاني قبلتين ورفعناه شعارا خالدا ورفعناه شعارا خالدا. ما هو شعار المحبين والموالي؟ وكلكم تحفظون هذا البيت، وهذا البيت عليكم أطلبه. ورفعناه شعارا خالدا إننا للموت إننا للموت عشاق الحسين. وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى وسهم صاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى قطاع أمعانا وخيل وطت صدرك على حر الوطية داست يا بن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك مرمي بغير تجفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين ولا ينسى سركوب الوديع على مطية ويا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور وبس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور وندخل الحاير بالحنين نلطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج عبرتنا ويقرح ما آي العيون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون ومحن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيه وبعد الزيارة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور البطل عباس أبو شفوف القطيعة شيال بيركم أعزلها أشمين وبعد الزيارة للمخيم يم بالبيشنعون
وإن كنا حرمنا من زيارة العقيلة وتصعبت الأمور إلا أن آثارها باقية في كربلاء. وبعد الزيارة تروح ومن وبعد الزيارة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور البطل عباس ابو جفوف القطيعة شيال بيركم وعزلها اشمي. وبعد الزيارة للمخيل ينبل بشنعون وبس ما ارطب هتسيل دمعتنا بالخدود ونذكر من هذا بن سعد يا قام فرهون حرق الخيم سلبول حريم لها أشمية وكأني بزينب تنادي أن ضيعني ابن أمي وخلاني غريبة أنا لا أهل عندي ولا بلد يمي يمي قريبة عني إيش دعوة يا علي يا علي أبويا أبويا مطول الغيبة ما تنجف زينب ويعدها نساوي. المرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد وعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدقت العترة الطاهرة لذكرهم الصلوات. أحسن الله لكم العزاء وعظم الله أجورنا وأجوركم. نعم الله على العباد لا تحصى ولا تعد، فمن ضمن هذه النعم التي أوجدها الباري عز وجل على العباد نعمة الوجود، أن أوجدهم من العدم إلى الوجود، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن أوجدنا في بيئة وفي مجتمع مسلم موحد مواليا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونجد هذه الفقرات من ضمن دعاء أبي عبد الله الحسين المعروف بدعاء عرفة
الذي يقرأ عندما يقف الحجاج على صعيد عرفة متجردين عن الدنيا بقطعتين بإزار وردة، يقرؤون هذا الدعاء ومضامينه عالية. من بداية هذا الدعاء يبدأ الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بشكر الله على نعمه، ويتدرج شيئا فشيئا إلى أن يعترف لله سبحانه وتعالى بالربوبية والعبودية. نجد هذه المضامين في دعائه عليه أفضل الصلاة والسلام. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى أن أوجد هذه الدنيا وسخرها لخدمة البشر. هذه الدنيا بأسرها بجميع مخلوقاتها خدمة لبني البشر، وجعل هذه الأرض البسيطة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع البشرية، لنفع البشرية، ينتفع بهذه الأرض التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأرض بها كنوز وبها ثروات وخزائن من الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الجعل هنا من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أوجد هذه النعم، وليس من اختصاص البشر أو من حق البشر أن يمنعوا هذه النعم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لنفع البشرية، وليس من حق أحد أن يدخرها لنفسه، بل هي منافع للناس، الله هو الموجد لها. فامشوا في مناكبها، أي اسعوا فيها وسيروا فيها وعمروها. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن أوجد هذه الأرض وبها مختلف المشاريع، من ضمن هذه الأرض، من ضمن الاستفادة الذي يستفيد منها البشر أن هذه الأرض مقسمة، يعني قسم للزراعة يستفيد منها الإنسان. فلو أن كل الأرض، يعني كل الأرض مخصصة للزراعة لما عاش الإنسان عليها، أي بنى له مسكنا فيها ودفن موتاه فيها، ولكن خصصها الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأرض مقسمة، منها أرض خاصة للزراعة وأرض خاصة للمشاريع الإسكانية والمشاريع الأخرى التي ينتفع بها الإنسان، ومنها أيضا ما يدفن فيها. يعني لو كانت هذه الأرض من الصخر فصعب على الإنسان أن يدفن موتاه في هذه الأرض، ولكن من نعم الله سبحانه وتعالى قسم هذه الأرض إلى شتى المجالات. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. رزق الله سبحانه وتعالى موجود في الأرض، ولكن على الإنسان أن يسعى إلى هذا الرزق بالطرق الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالطرق الشرعية. هذه الأرض بها ثروات وخزائن وكنوز. من هو المستحق لهذه الخزائن
لهذه الكنوز. نجد هذا الأمر في سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي أن هذا الفيء الفيء كل ثروات كل الثروات الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لنفع البشرية. من هو المالك لهذه الثروات بالدرجة الأولى؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله. المالك لهذه الثروات هو الله سبحانه وتعالى. بالدرجة الثانية الرسول، وبعد ذلك أهل البيت وذوي القربى. هاي اللامات لله وللرسول ولذوي القربى يملكون هذه الثروات، يملكون هذه الثروات وليس للانتفاخ بها ولتخزينها لصالحهم ولصالح عوائلهم، لا، لنفع البشرية. تتمت هذه الآية واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتيم في تفسير هذه الآية في شرح أهل البيت هو كل من يحتاج إلى رعاية. الرعايات التي يحتاج إليها الإنسان منذ نعومة أظفاره أول رعاية يحصل عليها عندما يأتي إلى هذه الدنيا أن يتلقى الرعاية الصحية، يعني وضع المرأة وشؤون الولادة تكون في المستشفيات المعدة والمخصصة لهذا الأمر. هي رعاية أولى، رعاية صحية يحصل عليها الإنسان. بعد ذلك يحصل على الرعاية البيئية، يعني يعيش على هذه الأرض بهواء نقي، يعني هذه الأرض لابد أن تقسم، يعني قسم للمباني والسكنة وقسم للمشاريع الصناعية، لا أن تختلط المشاريع الإسكانية بالمشاريع الصناعية وتحدث هناك فوضى وتلوث بيئي في المنطقة ويصعب على الإنسان أن يعيش على هذه الأرض. بعد ذلك يحصل على الرعاية التعليمية، الرعايات التي يحصل عليها الإنسان من حقه وليس منة من أحد وليس على حساب أحد وليس من حق أحد يقول له أنا أعطيتك، أنا أنعمت عليك، أنا أطعمتك، أنا رزقتك. هذا رزق الله سبحانه وتعالى، أوجده الله سبحانه وتعالى لنفع البشرية. وكلوا من رزقه. بعد ذلك يحصل على الرعاية، بعد ما يخلص يحصل على الرعاية التعليمية يروح إلى الرعاية، بعدين يذهب إلى سوق العمل يتخصص. بعد ما يخلص مراحل الدراسة العليا يتخصص في أي مشروع، في أي تخصص إن كان، يبغى يصير مدرس، يبغى يصير طبيب، مهندس، يبغى يصير رجل دين، يبغى يصير دبلوماسي. هاي التخصصات متاحة إليه عشان ينتفع بها، يعني كما هو انتفع بها الآن هو ينفع البشرية والمجتمع والأجيال مرة أخرى. وهكذا تدور الحياة. بعد ما يخلص لها الرعايات هذه كلها
يصير بعدين رجلا يعني نافعا لمجتمع صالحا، وتكون على ويكون له يعني ويكون له المجال لنفع البشرية. هذه سيرة الحياة، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعد ذلك المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ما يطلع من هالدنيا شنو اللي يبقى إليه؟ عمله. المشروع الأكبر في هذه الدنيا للإنسان ليس يعني مو يحصل على مليار أو يحصل على بعض أو يحصل على عقارات ناطحات السحاب أو يملك من العقارات ما شاء الله، هذه كلها فانية. بعدين يرثها قوم آخر. رصيدك من هذه الدنيا عملك، مشروعك الأكبر في هذه الدنيا أنك كيف تبني بيتا في قلوب إخوانك المؤمنين ويذكرونك به، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة، فإن عشتم حنوا إليكم، وإن متم ترحموا عليكم أو ذكروكم. وفي أمثلة كثيرة في هذه الدنيا من الذين خرجوا من هذه الدنيا وتركوا لهم البصمات، وإلى الآن ذكرهم باقي كما هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلى في المآذن: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يذكر الله إلا يذكر معه النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولا يذكر النبي إلا يذكر معه الله، والباري هو وهو القائل: ورفعنا لك ذكرك. والمرتبط أيضا برسول الله بالذرية، من الذرية الصالحة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذكرهم باقي كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسب الخمسة إلى نفسه وذكرهم من ذكر رسول الله، نسبهم إلى نفسه، قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. تجيب مواقف النبي لازم تجيب مواقف أمير المؤمنين. بعد: ونسب البضعة الزهراء إلى نفسه، قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. ونسب أيضا الحسن والحسين إلى نفسه وقال: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، وقال: حسين مني وأنا من حسين. وبعد ناس التصقوا بأهل البيت وبقي ذكرهم يخلد ويقرأ في كل آن: فاطمة أم البنين، لأنها أعطت، وعندما أعطت أعطاها الله سبحانه وتعالى الكرامات، بذلت أولادها لخدمة الإسلام ولنصرة أبي عبد الله الحسين، فعوضها بالكرامة. اللي يبغى يطلب الذرية يتوسل بأم البنين، يبغى الشفاء يتوسل بأم البنين، يبغى تتيسر أموره يتوسل بأم البنين. أم البنين أعطت، فأعطاها الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام
اختار فاطمة لمشروع، اختار فاطمة أم البنين لمشروع كبير نصرة الإسلام. يا عقيل اخطب لي امرأة قد أنجبتها الفحولة من العرب حتى تلد لي غلام يكون ناصرا لابني الحسين بكربلاء. وشوف شعار أبو الفضل العباس يوم كربلاء: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، حمايته عن الدين وعن من؟ وعن إمام صادق يقين. هذا نتاج أمير المؤمنين أبو الفضل العباس، كما كان أمير المؤمنين لرسول الله المحامي عنه والناصر له. يرث هذا الأمر أبو الفضل العباس في يوم كربلاء، وعندما خرج الركب الحسيني من أرض المدينة هناك وصايا من أم البنين إلى أبنائها عامة وإلى أبو الفضل خاصة. خرج في مودع هذا الركب أم سلمة، أم أيمن، محمد بن الحنفية وأم البنين، وأخذت توصي بأبنائها: أم البنين تصيح يا عباس يا حشاي يا قمر هاشم تستمع مني وصاياي، يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك كل لشان حسين هالتعب على رباك، أقسم عليك بذر لبن صدري الغذاك لمن نزلت المشرعة لا تشرب الماء، لا تشرب قبل الأخو يا ابن الأماجيد، وخلك درع لحسين يا درع الصناديد، والعلم شيل بإيد يا ابني وجودك بإيد، وتدر الحرم بالسفار يا ابني تريد رواي، وعينك على زينب ترى بنت البتولة معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة، لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحمولة، هذه وديعة والوديعة تريد حما، قالها توصيني وانا عندي وصية من يوم حيدر قربت منا المنية، ايد العقيلة شالها وحطها بدي وقال لي تكفلها يا روحي ومهجة حشاي، انا ما فارقت زينب ولا عضيدي تركته، ابفديهم بروحي وحق ربين عبدته، ليقول احد عباس ذل وضيع اخته، وطلبي من الله تسلم شمالي ويمنا. ضحى بمهجته ففاز وحاز للذكرين جميلي، وجاء الناعي إلى أرض المدينة ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يدار، لم تبق محجبة
ولا مخدرة إلا وخرجوا إلى ذلك الناعي. وفي مقدمتهم أم البنين إجت الناس في ضجة والكل يسأل الناعي، إجت الناس في ضجة والكل يسأل الناعي، وجت أم البنين تصيح ما أسأل عن أسباعي، عن صبط النبي دخبور تراه تحن تضلاعي، وصل سالم إلى داره يا بن حذلم نخبرني، عندها أخبرا بأبنائها واحدا بعد واحد. وعندما وصل إلى العباس صرخت ونادت وحسينا وضيعتا، لعلمها إذا قتل العباس تضعضع ركن الحسين. عندها قال لها عظم الله لك الأجر، فلقد قتل الحسين، صرخت ونادت وحسينا وضيعتا بعدك يا أبا عبد الله. المصائب كثيرة وفصول مصائب أم البنين كثيرة. هذا المشهد عندما دخلت زينب إلى دارها وأمرت جاريتها ألا يدخل عليها أحد إلا من كان معهم في كربلاء أو مشترك له بفقد أحبه، هذا وزينب تعدد مصائب أبا عبد الله الحسين. زينب ما خلوها تبكي بكربلاء ولا حصلت لها المجال تنعي على أخوها، لأنها مأمورة بالسيف ومأمورة برعاية العائلة الحسينية، شلون تعقد الماتم؟ لكن جت هنا المدينة ومسترة وما حد يدش عليها، وظلت تنعي وتعدد فصول مآسي أبا عبد الله الحسين. اتنادي يا ثغر الرضعتي ويا الخوة من فدا يمي، يا وجه العلا ملقى يزول وينجلي همي، ويا روح الذي برداه ريحة والد وأمي، قضت وهلي قضت ولا عقبكم فاقد أولها، إن كان تريدني أنسى شلون تنسى زينب، إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني، أيام عشتها وياك أناغيك وتناغيني، شسوي معايشة عندي من ذيك الأيام شباح. وإذا بالباب تطرق من الطارق، قالت أنا الثاكلة أنا الفاقدة أنا شريكتكم في المصاب. جاءت الجارية وأخبرت زينب بمواصفات الطارق، قالت إن صدق الظن فهذه أم البنين. وعندما دخلت أم البنين نظرت إلى زينب، شبكت بعشرها عليها، وناول الكل ينادي وحسينا،
وضيعتها. أمّا من الذي جابك في هذا الوقت تنادي أني وياكم يا زينب، جيت أشارك في المصاب والعلم عندك إلي بكربلا ذبحت شباب، جيت أهل باقي دموعي والله مو لجل البنين لا يذبحوهم قبالي مهملت لهم العين وهونوا مصاب علي فجعة الزهرة بحسين. آه يا أم حسين ذبح حسين وبكبد الصواب، جيت أهل باقي دموعي بل شي تقضى العمر، شلي بالدنيا وانا اسمع ابو علي داس الشمر. صاحتي والله الحارة والقلب منها انفطار، داس بن عالة وابو السجاد يفحص بالتراب، ان كان هل دمعش عليل احباب معذورة ترى اربعة شبان كلها على الصعيد مجزرة، بظل ابو فاضل خيالي ما حد يكسر ينظرا، صرت بعد شلون ضيعه صرت في ولية جنا، شلون انسى ليلتي عاشر الفتت مهجتي، وبالفضل كل ساعة يستأذن وطب الخيمتي، خايفة ومن ينظر الخافي يسكن راعتي، والشهيد حسين والله غرته تزهل أطنا. ورجعت زينب إلى أرض المدينة في ربيع الأول بعد تلك الرحلة، عندما خرجت من المدينة في شهر رجب، ومن شهر رجب إلى شهر ربيع الأول، وعادة المسافر يرجع بالهدايا والتحف، وزينب تقول لزين العابدين في كربلاء شلون نروح إلى أحبتنا ولا نعطيهم تحفة ولا هدايا، هناك أم هاني، هناك أم سلمة، هناك أم أيمن، هناك محمد، هناك فاطمة العليلة، وعدنا بعد واحدة عزيزة علينا، شلون نخليها من غير تحفة؟ فاطمة أم البني. قال زين العابدين خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد، هذه تحفة السفر. يقولون زينب أخذت لها، أخذت الصوغة وخلتها في مندي ولفتها، قالت هي أعطيها أم البني في حجرة العباس. أمّا قومي إلى حجرة العباس، جايبة وياي إليك هدية نادرة وثمينة وما أقدر أفتحها هني، وعندي يم عباس تحفة سفر قومي لحجرته، جايبة وياي لجلك دم كفة وهامته، والشهيد حسين والله جبت شي من تربته، تربة الطف احفظيها تحصلي أجر وثواب. وبقيت أم البنين تندب الحسين وأبنائها، ولم يطل بها المقام،
يعني بعد اللي رجعوا يعني بالنساء اللي رجعوا من واقعة كربلاء لم يعمروا الرباب بعد سنة واحدة من مقتل الحسين فارقت الدنيا. أم البنين وزينب لم يطل بهم المقام، هذا وأم البنين على فراش منيتها تنادي حسين حبيبي يا حسين. هاي الأبيات لأمك يا أبو بتر، هدية إن شاء الله تكون، إن شاء الله تنزل في قبرها. جاءت فخر المخدرات وجلست عند رأس أم البنين، وأم البنين تؤن أنينا يقطع القلوب وهي تذكر الحسين وتلهج باسم الحسين تنادي حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، وهي توصي بوصاياها أم البنين تصعد أنفاس المنية وتخاطب الحارة ودمعتها جرية. أم البنين تصعد أنفاس المنية وتخاطب الحارة ودمعتها جرية. من بعد موتي يا حزينة جهزوني وبتربة حسين الشفية حنطوني، وبراية العباس ولدي كفنوني إن كان جبتيها ابن راض الغاضرية، وتهيأت حق القضاء ومدت الرجلين واسبلت ايديها النجيبة وغمضت العين ورتلت آيات الكتاب وحول البين وفاضت الروح راحت الجنة العلية. مصيبة أم البنين الآن تقرأ، هي كلها مآسي أم البنين، ولكن هذه المصيبة العظمى. عندما جاء الفاضل إلى زين العابدين وأخبرها وأخبره برحيل جدته أم البنين، قام زين العابدين قال ما لنا وجماده، أخذ منا أمنا الزهراء وأخذ منا أم البنين. عند ذلك قاموا في جهاز أم البنين وأخذوا في جهازها وكفنوها. عادة الميت، وانتم شفتون الجنائز، إذا يجيبون الجنازة يوقفونها، يجيبون الشيخ يقول له تفضل، من هو اللي يقول له تفضل؟ إذا كان زوجها موجود، إذا الزوج مو موجود يقولون لأبنائها الكبير، الكبير مو موجود، شوفون الأصغر منه. زين العابدين التفت يمنة ويسرى، أين أبناؤها؟ وإذا بالنداء سجاد، يا ابني صل عليه يا ابو الايم من تاويني، لا ترتقب احد يجيها، كل العشيره مقتليها، وين ابو فاضل وافي الباس، وين العشيره لترفع الراس،
يحضروني لجنازة معباس يوقفون وتعزيهم الناس وإذا بزينب تنادي ومصيبتها وزينب تنادي راحت أم الأولاد. أبيات الدعاء وأختم وياكم بس نوح وياي. وزينب تنادي راحت أم الأولاد وخلت عليها القلب بالأحزان وقاد قوم بعجل خلنا نشيعها يا سجاد والله يصبرنا على هذه الرزية قبر عشايع ومعلوم لنها زوجة الكرار قبرها شايع ومعلوم لنها زوجة الكرار أم أربعة وموصوفين بالطف كل فرد مغوار أم أربعة وموصوفين بالطف كل فرد مغوار يعني أم البنين يعني شخصية يعرفها الكل وإذا كان واحد يعرف عن هالشخصية لازم يحضر إلى جنازتها فكيف وهي زوجة أمير المؤمنين وأم العباس صاحب البطولات فالكل يتعنى إليها لكن عندنا مصيبة تجرح القلب قبرها شايع ومعلوم لنها زوجة الكرار أم أربعة وموصوفين بالطف كل فرد مغوار سمعت ما تتبع علتها ونبت لها بصدر مسمار لا أوصت بدفن الليل شيعي بالله تخبرني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق أم البنين وبعظم مصيبتها وبما قدمته لأبي عبد الله الحسين فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فك كل أسير ورد كل غريب واحفظ كل مسافر وزائر وبالخصوص حجاج بيت الله الحرام وزوار قبر رسول الله والزهراء وأئمة البقيع وزوار أمير المؤمنين وزوار أبي عبد الله الحسين والكاظميين والعسكريين والرضا وزوار الحوراء زينب عليهم السلام وأوصل هذا المجلس تحية وأوصل هذا المجلس هدية وتحفة إلى روح وضريح هذه المرأة الصالحة اللهم أنزل في قبرها الضياء والنور والفسحة والحبور أنقلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأما تعالى الإيمان سيم العلماء الأعلام والشهداء الأبرار والمؤمنين الأخيار
وأما تعالى محبة أهل البيت بالجنة والمغفرة والرضوان. الفاتحة تقدمها الصلاة على محمد وآل محمد.